السلام عليكم الاصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى انكم استفدتم الحصه اللي فاتت. ما تنساوش ديروا لنا التعليق ديالكم على الصفحه، وغادي نبداو بالاكزرسيس 8 صفحه 156. اذا غوكوبي اي كومبليتي هاد المتجهات، خاصنا نجمعو. عندنا هنايا عرقه شهر، عندنا هي بي مع بي وسي مع سي. اذا بي مع بي غتعطينا هي ا سي زائد سي دي كتساوي، عندنا هنا علاقة شارل غتولي هي ا دي. هاد التمرين اللي ما فهمش علاقة شارل يرجع للكور باش يفهم شنو معنى علاقة شارل. عندنا هنا ناقص ا بي زائد ا سي، اذا ناقص ا بي كما قلت لكم الا كانت هنايا من لهنا ا بي، اذا ناقص ا بي هي بالعكس، هذه هي ناقص ا بي وهي بداتها بي ا، اذا ناقص ا بي هي المتجهه بي ا زائد ا سي. اذا المتجهه بي ا زائد ا سي عندي هنا علاقه شارل، اذا هي بي بي سي. مزيان بدل اللون واخا فوالا. اذا هنايا بي سي زائد ا بي هادو مبينين، غادي نقرب المتجهات غتولي هي ا بي زائد بي سي، غتولي عندي علاقة شارل اذا ايكالا ا سي. مزيان دابا غادي نمشي عند اخر معادلة، هي هادي كيما قلت ا بي قبيلة، كيما درنا ا بي غادي نديرو الاف. اذا هنايا هي اف او زائد حتى هادي غادي نقلبوها هي او سي. اذا هنا علاقة شارل عندنا او او مشات، غتبقى لنا هي اف اف سي. مزيان تري بيان، ندوز التمرين الموالي. اذا اكزرسيس نيميرو 9، غوكوبي لي فيغور سي دو سو افيك جي او جيبرا، واحد لوجيسيال ديال الماتيماتيك ديال الديسان. وغادي نرسمو هاد الباراليلوغرام، وقال لك بلاسي لو بوان او ايماج دو سي باغ لا ترونسلاسيون تي كي ترانسفورم الفيكتور ا بي تي دو فيكتور ا بي. اذا هنايا غادي نرسمو لكم غير، ما غاديش نديروه في شكل، غير اعتباطيا فين غادي يكون. عندنا ال ا بي المتجهه ا بي هادي، ها هي ا بي هي هادي المتجهه، وقلنا لا ترونسلاسيون كي ترونس بغينا ايماج ديال او او هي الايماج سي. اذا الاصل ديال المتجهه الاخرى هي سي، اذا سي غادي يكون من هنا غتنطلق المتجهه، وغيتحقوا فيها الشروط، خاصها تكون تتنتمي المستقيم الموازي ل ا بي والمال من سي، ويكون تتكون لك باراليلوغرام ال ا بي الاو سي. اذا الاو سي تكون الاو هنا، اذا المتجهه ديالنا هي باش بلا ما نرسموها في الشكل غادي يكون المتجهه بحال هكا، كتكون لكم واحد الباراليلوغرام. دابا غادي نجيو نجاوبوا على الاسئله. غوكوبي قال لك ا بي زائد ا سي، ا بي زائد سي دي. ا بي زائد سي دي شحال كتعطينا؟ تعطينا المتجهه منعدمه. علاش؟ لان ا بي وجبنا لها سي عند بي غتولي من هنا لهنايا، غتولي سي بلاتي غنعاود نرسم لكم هاد الشكل هذا مزيان فوالا. دابا الشكل درناه هنايا، قلنا ا بي المتجهه ا بي من هنا حتى لهنا هي هادي، الا زدنا عليها سي دي يعني غنبداوها من هنا حيت هما باراليل بحال ما كاين والو، اذا المتجهه منعدم. مزيان عندي هنا ا بي زائد شنو باش تعطيني دي او؟ ا بي شحال غنزيد عليها باش تعطيني دي او؟ زائد سي ا بي زائد سي ا بي هي دي سي صافي. اذا ا بي هي دي سي، باش تعطيني دي او غنزيد عليها سي او سي او. ا بي لزتها سي او غتعطيني دي او فوالا. مزيان دابا غادي نجي للثاني. قالوا لي هنا ا بي، ها هي ا بي زائد ا بي من هنا لهنا زائد ا دي، غيكونوا لي باراليلوغرام ديالي اللي غتعطينا ليا ا سي. اذا هذا كتساوي ا سي فوالا. غادي نجي لهنايا، عندي سيدي ا بي زائد دي سي، يعني بحال اللي غنديرها وحده اخرى هنايا دي سي، هذه هي دي سي اها، زائد الاو سي او سي
عندنا ال او سي هي هادي، اي هاد ال او سي غادي نجيبوها وغادي نديروها، نديروها هي الدي ا، صافي هي الدي ا. هاد ال او سي غنجيبوها هنا الدي ا، وباش نكونو الباراليلوغرام ديالنا اذا غتعطينا هي الدي سي، هي الدي سي. وهنايا عندنا المتجهة منعدمة سي او، الى زدتها سي دي، بما انهم متقايسين وكيشوفوا في اتجاه اوبوزي اذا المتجهة منعدمة. اذا اكزيرسيس نيميرو 10 عندنا ا بي سي دي ان تريونغل او اي لو سيميتري. شوف هاد الدرس هذا او هاد التمرين عندنا الاجوبه كاينين غير هنايا، غادي نقراو وعقلوا على هادشي اللي قرينا حيت ما المهم ما عليناش. عندنا سيدي قالوا لنا بان او هي سيميتريك ديال ا بارابور بي، وهذا هو الشكل ديالنا. اذا او سيميتريك بارابور بي، اذا غتجي هنايا او بحال هكا، باش هما قال لك كومبليتي الفيغور. وقالوا لنا هنايا اف هي ليماج دو بي باغ لا ترونسلاسيون اس، اذا اس هي هادي لا ترونسلاسيون اس غادي تجينا في هذا الاتجاه ما عليناش. المهم اون كونسيديري دو بوان دو بي، حيت كدا غادي نكملوا هذا الرسم، هذا غادي نكملوا في الشكل ديالنا، غنقراو وبقى نكملوا الرسم في نفس الفترة. إذا تبعوا معايا مزيان باش تفهموا الأول كيفاش غنديروا هاد التمرينات. في الأول غادي نصاوبوا ديك أو هي الأولى، غنحاول أنني نصاوب مستقيم بوانتي أ بي، وغادي نطول هاد أ بي، غادي نديرو بوانتي وغادي نطولو بحال هكا لأن غادي نحتاجوه. قلنا السيميتريك كنحتاجو البيركار ديالنا، كناخدو المسافة أ بي وكنديروها من ضفة أخرى، يعني بلغة أخرى هاديك بي هي الميليو ديال هاديك القطعة أ أو، صافي. فوالا، إذا هنايا عندنا النقطة أو، مزيان. نحيدو البركار ديالنا ونصاوبو الاو، وهاد القطعة راه قدا القطعة باش نكونو واضحين، مزيان. رجعو للسؤال ديالنا، رسمنا حنا او سيميتريك ديال ا بارابور ديال بي ديال ا بارابور بي. دابا غادي نديرو اف هي ليماج الصورة ديال بي باغ لا ترونسلاسيون اسي. ملي كنقولو باغ لا ترونسلاسيون اسي كنقصدو بها هاد المتجهة اسي، يعني من هنا حتى لهنا هاد المتجهة غنديرو ليها الازاحة، لا ترونسلاسيون هي الازاحة، يعني غنشدو هاد المتجهة وغادي نديرو ليها تزليقة تزليقة بحال اللي غادي نديروها. شوف مثلا المتجهة هي الاسي، هي المسطرة، هادي هي المتجهة باغ لا ترونسلاسيون اسي، يعني هاد بي غنقلب على الصورة ديالها وغندير الازاحة ديال الاسي حتى نحط الرأس ديال ا، غنحطو فوق بي، وديك الساعة يمكن لي يرسم رسم الصورة ديالها، والصورة ديالها خاص تكون قد القياس ديال اسي، يعني هذيك الصورة غتكون في هذا المستقيم اللي غادي نرسمو من قط، إذا تكون كتنتمي لهذا المستقيم. هذه هي أول حاجة. ثاني حاجة غنحيدو المسطرة وغادي ناخدو، خاص يكون الطول ديالها قدو قد الطول ديال اسي، صافي. اذا تناخد الطول ديال اسي وكنجي من عند بي وكنتراسي النقطه ديالي، اولا كنرسم الباراليلوغرام ال ا بي للصوره ديالنا اف. نجي نحيدو دابا البيركار، صافي فوالا. اذا هذه هي البي اف، غنسميوها حنا متجهه بي اف، وهنا غادي نقيدو اف. اذا النقطه اف ديالنا جات هنا، كونت لنا داك الباراليلوغرام اللي هو ال ا بي اف سي. غادي نكمل لكم هذا بخط منقط فوالا باش نعرفوا هاد الباراليلوغرام، باش ملي بغي نديرو برهانة ديالنا نعرفوا اش تنقول. فوالا، نمشيو دابا للتمرين ديالنا. وعندنا في التمرين قالوا لينا اون كونسيديري لي بوان جي اي كا تيل كو، اذا واحد جوج نقطات اخرين بحيث الا سي او جي اي ان باراليلوغرام. عقلوا الا سي او جي، القراءة راه مهمة بزاف. قلنا الا سي او جي، اذا حنا نحاول نربط هاد الباراليلوغرام، اذا نعاود عليه بالاحمر. قالوا لنا ال ا سي ال او والنقطه جي بحيث تكون عندنا باراليلوغرام. اذا باش نصابو غادي نحتاجو البركار ديالنا، وغناخدو المسافه ا سي اللي هي هادي، وغادي نجيو لعند ال او وغادي نحددو النقطه الاولى اللي غادي نديرو التقاطع ديالها. اذا هنا غنديرو التقاطع باش نحددو النقطه ديالنا، وغادي ناخد عاوتاني المسافه ال او او الاسي، هاد المسافة الاسي من هنا
حتى لهنايا وغادي نعبرها من الجهه ديال الاب. اذا المهم هو انني نرسم هذا الباراليلوغرام. كون كنعرف نرسم الباراليلوغرام ندير التقاطع ديالي هنايا بحال هكا، نعاود نبين هاد الاس هادي راه ما بانتش ليا مزيان. نجيو لهنايا ورا ندورو التقاطع ديال هو. حنا دابا حددنا النقطة جي، ورا تخي بيان حيد عليا هذا ونكتب جي. ايوا نكملو دابا الرسم ديال الشكل ديالنا اللي هو هذا باراليلوغرام. ورا حنا دابا رسمناه بالاحمر، ورا تخي بيان. نكمل السؤال ديالنا، كيقول لي لنا السؤال وكا اي لو سيميتريك دو جي بارابور ا او. اذا الكا هي سيميتريك ديال جي بارابور ا او. اذا ما غتبان لكمش، انا غادي نرسمها من بعد غادي ندير لكم، غتكون في هذه الجهه هذه ما غتبان لكمش. خاصني نصغر، فوالا انا صغرت باش نرسم السيميتريك. خاصني نطول هذا الخط هذا بحال هكا فوالا، ونجد البيركار ديالي ونعبر المسافه اللي هي الاو جي نديرها ها هي او جي معبوره نديروها من ضفه اخرى فوالا. دابا هو بان لكم الشكل قدامكم، رسمناه كوم يلفو. اذا هذه هي النقطه كا، غنحيدو البيكار ديالنا وهنا غنحاول نربط حتى هاد النقطتين بجوج على اساس انني باش منين نبغي نبين يبان ليا البلان فوالا. حتى لهنايا راه حنايا مزيانين. ناخدو هاد الشكل هذا ونديو باش نكملو برهانة ديالنا فوالا. دابا حنا جبنا سيدي هاد الشكل حدانا وغادي نكملو غوكوبي راه درناه. دابا مونطخي كو ابي هي البي او، الابي هاد المتجه ابي هي البي او. اذا خاصني نبينو بلاتي نبينها لكم مزيان. هاد المتجه عندنا ابي اللي هي من هنا لهنا، خاصنا نبينو هي هاد المتجهه بي او. شنو عندنا حسب المعطيات اون؟ اذا شنو عندنا؟ عندنا بان السيميتريك ديال النقطه بي بارابورا، او السيميتريك ديال ا عفوا، السيميتريك ديال النقطه ا بارابورا بي هي النقطه او. دونك يعني شنو؟ يعني ان الا او اولا الابي قطعه ابي كتساوي لينا القطعه بي او. وعندنا عاوتاني بان البي هي الميليو دو ا او. صافي. الوغ شنو غادي نستنتجو مباشره؟ غادي نستنتجو بان ال ا بي المتجهه كتساوي المتجهه بي او. مزيان فوالا. اذا هذا هو البرهان ديالنا. غندوزو للسؤال اللي من مور هذا. حنا غادي هنا غادي نكتبو النتيجه، راه حنا لقينا النتيجه ما تهمناش. دابا لا كيسيون الثالثه هي كيلي لا ناتور دو كادريلاتير ا سي اف بي ا سي اف بي. اذا كيفاش داير هو؟ غادي يبان لكم بانه عندنا هاد الضلع هذا قد هاد الضلع. اذا شنو غادي نقولوا حنا في هاد الحاله؟ دابخي ليكزيرسيس اون. اذا عندنا حنايا انطلاقا من الاسئله عندنا لا ترونسلاسيون ديال ا سي اللي كتحول لينا البوان بي الصوره ديالو اف. هذا تيعني الوغ شنو كيعني؟ كيعني بان المتجهه ا سي كتساوي المتجهه بي اف دو. وهذا كيعطينا بان لا ناتور دو ا سي اف بي مالو اي اي ام اي اي باراليلوغرام اي باراليلوغرام نمسحها باراليلوغرام. إذن هو باراليلوغرام تخي بيان. إذن ربعة مونتخي كو أسي الفيكتور أسي كيساوي الفيكتور جي. إذن هاد الفيكتور أسي كيساوي الفيكتور أو جي. وي أون أولا أون سي كو On sait que A, C, E, G est un parallélogramme. Et bien, bien maintenant, au parallélogramme, donc, alors, le vecteur AC, qui c'est, oui, le vecteur
جي او مباشره، حيت هما عطاونا باراليلوغرام في الشكل، هما في الاسئله عطاونا بانه راه باراليلوغرام. مزيان، دابا غادي ندوز نشوف السي وغادي نقارنها مع الاو كا. فوالا، هنايا اون حنا كنعرفوا بان الاسي كتساوي جي او حسب المعطيات ديال التمرين. فوالا، هادي نديروها اولا هنا. وعندنا عاوتاني بان عندنا بان سيميتريك ديال النقطه جي بارابورا او هي كا، سيتادير سيتادير ان سيتادير كو، كتبها مزيان، سيتادير كو جي او كتساوي او او جي. وهذه هي الثانيه، صافي، هذه الاولى وهذه الثانيه. اذا دابخي ان اي دو اون ديدوير كو اسي ايغال او جي. تري بيان. اذا اكزرسيس نيمورو 5، اون اوبسيرف لا فيغور، اذا منطلق المشكل ديالنا Et on utilise la translation T de vecteur AC. Et dans T, il y a le vecteur AC. Et dans le cas de l'échelle, recopie, complétez le tableau. Le point A, je y a son image de la translation, il y a C. Et dans A, la translation, il y a C. Donc, quand je justifie, il y a l'AC, c'est ça, oui, l'AC. Je vais vous le cours de silo. Comme je vous l'ai dit, l'exemple, sur la B, بلا ترانسلاسيون هي اف، وقلنا بان الاسي كتساوي لنا البي اف. اذا الصوره ديال جي بلا ترانسلاسيون هي او، وغنسجلوا بان الاسي كتساوي جي او. مزيان، الصوره ديال او هي كا، وغنسجلوا بان الاسي كتساوي المتجهه او كا. تري بيان. وبنفس الطريقه نفس الطابلو غادي نعمرو. دابا عطاونا سيغمو ابي اللي هو من هنايا حتى لهنايا بلا ترانسلاسيون اسي، شناهو؟ قلنا الصوره ديال ا هي سي، والصوره ديال بي هي اف. اذا لا ترانسلاسيون ديال ا بي هي القطعه سي اف. مزيان، لا ترانسلاسيون ديال لا دروات دابا، اين هو لا دروات بي جي؟ فين هو بي جي؟ اذا هذا المستقيم بي جي، لا ترانسلاسيون ديالو بالا اش هو الاو. علاش؟ لان الايماج ديال بي بالاسي هي اف، والايماج ديال جي هي او. اذا لا ترانسلاسيون ديال البي جي هي الاف او، هي المستقيم اف او. تنتمنى لكم فهمتوا هادشي اللي تنقول، حيت لا ترانسلاسيون راه هي الصوره بحال اللي كنقولوا النقاط. عندنا المثلث الا جي او، هاد المثلث هذا لا ترانسلاسيون ديالو بلا فيكتور شنو هي؟ باش تعرفوا لا ترانسلاسيون كنديروا لا ترانسلاسيون ديال النقاط. النقطه ا هي سي، ها هي النقطة أ هي سي. نزيدو النقطة جي بلا ترانسلاسيون هي أو، ها هي. والنقطة أو بلا ترانسلاسيون هي كا، صافي. إذا المثلث ديال أ جي هو سي أو كا، سي أو كا. تخي بيان، يلاه غادي نكملو دابا، راه ولات قضية مفهومة. دابا لونجل بي أ بي جي، هاد لونجل هادي، هاد لونجل أ بي جي لا ترانسلاسيون ديالها شنو هي؟ هي لونجل باينه. عندنا ا هي سي، و بي هي اف، و جي هي او. صافي، اذا هي هاد الزاويه هذه، اذا لا ترانسلاسيون بالاسي هي هاد الزاويه. مزيان، فوالا. عندنا هنايا لا سيركل سي دو سونتر بي اي دو غايون بي جي. مثلا انا نعاود نرسم لكم الدائره باش تعرفوها. المهم هاد الدائره هادي اللي المركز ديالها بي، والشعاع ديالها بي جي. شنو هو الصوره ديال بي؟ هي بي، والصوره ديال جي هي جي. اذا غيكون هو الدائره المركز ديالها هي لو سيركل، لو سيركل
باردون، كتنا هي سيركل سي دو سونتر اف اي دو غيون هو اف اف اي صافي مزيان فوالا تخي بيان. Dans l'exercice numéro 11, soit c'est un cercle de centre O et de diamètre AP. Qui m'a atteint d'un effet de cercle. Et dans le cas, soit E un point de cercle, E c'est un terme de cercle. Gagne réaliser le figure ci-dessus en utilisant Gabriel Plitu. On a maintenant dit que nous allons faire bidon et s'aimer le logiciel. On considère la transformation telle qu'il y a E à modèle 1 à l'écran. Gagne quelle est l'image de O par la translation هذا غادي نجاوبوا عليه. اذا لا ترانسلاسيون او تي ليماج ديال او هي دونك هنا غادي ديروا ترانسلاسيون او او ليماج ديال او هي او صافي. كونستروير سي بريم ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون تي. غادي نمشيو نصابوا هذا الشكل، هذا نصابوا هذا الشكل ديالنا بعدا ونشوفوا مع الشكل لا. اذا اول حاجه غنحتاجوا النقطه او غنديروها هنايا، من بعد غادي نرسموا واحد الدائره ديال المركز ديالها او والشعاع ديالها نرسمو بحال هكا، ندير واحد النقطه مثلا اخرى هنايا اللي هي اللي غتعطينا الديامتر ونرسمو الدائره ديالنا فوالا. المهم هادي هي الدائره رسمناها سي. هنايا غادي نديرو المسطره ديالنا وغادي نحددو القطر ابي اللي هو هذا. من بعد سيدي غادي نديرو نقطة كتنتمي للدائرة اللي هي او، وباش نصاوبو النقطة التحتانية غادي نجيبو نحيدو مسطرة وغادي نجيبو المثلث وغادي نديرو الإسقاط العمودي ديال هاد النقطة على القطر ديالنا مزيان، وغنديرو حتى التقاطع مع الدائرة أخرى باش نحدو النقطة التانية فوالا بحال هكا مزيان. إذا الشكل ديالنا حنا صاوبناه كافة، دابا ندير غير الأسماء. دابا غادي نرسمو الفيكتور او او هي هادي، ها هي الفيكتور او او تري بيان. السؤال اللي قال لنا باردون، السؤال اللي قال لنا الثاني قال لنا سيدي هنايا كونستروير سي بريم ايماج دو سيركل سي باغ لا ترانسلاسيون او. اذا بعد لا ترانسلاسيون غنرسمو ياش غادي نرسمو الدائره وحده اخرى بهاد لا ترانسلاسيون. اذا فهاد لا ترانسلاسيون هادي غادي يكون عندي المركز ديال الدائره الجديد هو او، وغيكون عندي نفس الشعاع اللي هو او ام. اذا الدائره غيكون المركز ديالها هو او، غادي نجيب الدائره وغادي نبدا المركز ديالها هو او وغادي نرسم الدائره بلون مغير فوالا. اذا هذه هي الدائره المماثله سي بريم. اذا حنا صوبنا الدائره سي بريم. اذا قال لي بلاصي لي بوين ا بريم بي بريم اي اف بريم لي زيماج ريسبكتيف دي بوين ا بي سي باغ لا ترانسلاسيون. اذا غنصاوبو النقاط ديالنا هما الصور ديال ا بي سي باش بنفس لا ترانسلاسيون اللي هي تي في الشكل. اذا بالنسبه للنقطه ا باش نصاوب لا ترانسلاسيون قلت لك خاصك نقلبو على داك المستقيم اللي كيكون باراليل او باسون باغ ا، ضروري يتحققوا لينا الشروط. اذا ها هما، اذا غنصاوب دابا المستقيم باراليل باسون باغ ا. فوالا اللي هو هذا باراليل. دابا انا قديت النورم الاولى اللي هي عندهم ميم ديريكسيون، واخا ميم نورم غادي ناخذ البيركار ديالي وغناخذ القطعه او او وغادي نديرها من ضفه اخرى باش نحدد النقطه اللي هي الصوره ديال ا بليماج او لا بلا ترانسلاسيون ياش او او. اذا جات على الدائره واللي هي ابريم موالا. اذا هنايا هي ابريم جات على الدائره، بينوا كاع باش تبان لكم التقاطع ديالها هو التقاطع جا على الدائره اللي هو هذا. تري بيان. اما بالنسبه للصوره بي غنخدم شويه انتيليجون، علاش؟ لان القطر ابي هو القطر ديال الدائره سي، اذا ابريم بي بريم غيكون القطر ديال الدائره اللي مركز ديالها او. اذا اش غندير انا؟ غادي نجي عند ا بريم وغادي نرسم هذاك المستقيم. نحيد دابا هاد المعلمين، ندير المستقيم المار ما بين او ما بين ا وما بين
او وتتقاطع ليا مع الدائره. اذا هاد النقطه هادي هي بي بريم. فوالا، اذا بي بريم ا بريم بي بريم هو القطر ديال الدائره سي سي بريم. تري بيان، هذه هي الدائره باردون سي بريم. كتابه زوينه صراحه الله. دابا غادي نشوف السؤال الثالث ديالي اللي هو اف. اذا اف بغيت يكون هو الصوره فين غادي يكون. اذا هنايا غندير الباراليلوغرام كما قلت لكم. الازاحه ديالي غناخذ الازاحه بحال هكا وغنقلب على المستقيم الباراليل وباسون بار لو بوين اف. باراليل ديما المستقيم او لا لهاد لا ترانسلاسيون ديالي. فوالا، اذا رسمو بعدا هو هذا الباراليل ها. وما نساو بان راه الاف كاينه على الدائره. اذا حتى الاف بريم غتكون جات على الدائره. دابا غناخذ نفس النورم ديالي، يعني نفس القياس اللي غادي ناخذ اللي هو او او، وغادي نديرو من ا بي وغنديرو التقاطع مع الدائره باش نحددو النقطه اف بريم. فوالا، اذا حددنا نقطه اف بريم. حتى لهنا صوبنا الشكل ديالنا كوم الفو. تري بيان، دابا غنمشي نجاوبو على الاسئله اللي باقي. اذا قال لي ما حد ما حطينا لي بوين ديتيرميني ليماج باغ لا ترانسلاسيون تي، يعني غنحددو الصوره ديالاش تريونغل او ا اف. او ا اف هاد المثلث هذا او ا اف بغينا الصوره ديالو. غادي نرجع للشكل ديالي وغادي نجبدو او ا اف. اذا الصوره ديال او ا اف خاصني نقلب على الصوره ديال كل نقطه. اذا الصوره ديال او هي او، الصوره ديال ا هي ا بريم، والصوره ديال اف هي اف بريم. مزيان، فوالا. وهنا غادي نقول عندنا ليماج ترانسلاسيون ديالاش ديال تي اللي هي او او لا طاس تمسحها صافي. تيبغي يخدم معايا او او ديالاش ديال الاو ا اف هي شنو قلنا ديال او هي ديال او هي او، ديال ا هي ا بريم، وديال اف هي اف بريم. اذا هذه هي الصوره ديال المثلث ديال. اما الصوره ديال المستقيم ا اف هي المستقيم، دونك ترانسلاسيون ديال او او ديال لا دروات ا اف. حنا كنعرفوا بان الصوره ديال ا هي ا بريم، والصوره ديال اف هي اف بريم. اذا هي المستقيم ا بريم اف بريم. حتى لهنا اعزائي كتسرى الحلقه ديالنا. تنتمنى انكم استفدتم مزيان، واخا هي طويله بزاف ما عندي ما ندير لكم. الله يعاونكم.